أهلا بك أسامة، صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا، جمعة مباركة. إذا إن شاء الله سيكون في تغير في الوضعية الجوية، قدوم اضطراب جوي بإذن الله سيكون من ضعيف إلى متوسط النشاط، سيخص أغلب المناطق الشمالية والجنوب الغربي بتساقط أمطار بإذن الله، سيكون بداية من ظهيرة اليوم فيما يخص المناطق الشمالية الغربية والجنوب الشرقي، تحديدا على كل من سيدي بالعباس، سعيدة، تلمسان، وهران، مستغانم، كذلك تيارة، معسكر، شلف، البيض. بالنسبة للجنوب الغربي على كل من بشار، عين الصفرة، وتندوب، حتى بابن عباس. وأيضا خلال يوم الغد إن شاء الله السبت سيكون على فترات متقطعة كما نلاحظوا فيما يخص أغلب دائما المناطق الشمالية الغربية، كل من شلف، إذن مستغانم سيكون بكميات معتبرة إن شاء الله، وهذا خلال صبيحة يوم الغد إن شاء الله. كمية الأمطار المتوقعة تقارب 40 مليمتر محليا، وينتقل تدريجيا فيما يخص الولايات الوسطى خلال يوم الأحد، وبالنسبة كذلك للمناطق الشرقية. إذن هذا الاضطراب الجوي سيكون أكثر نشاطا فيما يخص أغلب المناطق الداخلية للوطن الغربية الوسطى والجنوب الغربي، بداية من يوم الاثنين بإذن الله، وسيكون بكميات جد معتبرة كما نلاحظوا. تصل كمية الأمطار حوالي 50 مليمتر محليا بالنسبة لتلمسان، سعيدة، البيض، والأغواط، وصولا حتى إلى غرداية وعين الصفرة. إذا يرتقب أن نبقى ونسجل تساقط الأمطار كما نلاحظوا خلال يوم الاثنين كذلك دائما فيما يخص الولايات الغربية وبعض المناطق الشمالية الوسطى والشرقية للوطن. إذا لتوضيح أكثر، إن شاء الله الأمطار ستكون خلال ظهيرة اليوم فيما يخص الجنوب الغربي والمناطق الشمالية الغربية. ينتقل هذا الاضطراب الجوي خلال صبيحة يوم الغد يخص المناطق الشمالية الوسطى بتساقط بعض الأمطار، لكن بداية من يوم الاثنين سيكون بكميات معتبرة تقارب 50 مليمتر محليا على تحديدا المناطق الداخلية الغربية، دائما الجنوب الغربي والمناطق الداخلية الوسطى وحتى الشرقية، وكذلك فيما يخص السواحل الوسطى بتساقط بعض الأمطار. وتستمر هذه الوضعية الجوية إلى غاية نهاية الأسبوع بإذن الله. إذن نقدر نقول أنه سيكون أسبوع ممطر على مجمل المناطق الشمالية الغربية، الجنوب الغربي وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. فيما يخص مشاهدينا درجات الحرارة القصوى، فإن شاء الله ستكون دافئة خلال ظهيرة اليوم حوالي 20 درجة على السواحل الوطنية، راح نسجل في حدود 22 درجة على كل من شلف، غليزان، سيدي بالعماس، سعيدة، كذلك على معسكر تلمسان ومغنية، على كل من الجلفة، تيارة، الأغواط، كذلك على بتنة، خنشلة، بسة، قسنطينة وسطيف. ستتراوح درجة الحرارة بين 18 إلى 20 درجة. إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة درجات الحرارة ستنخفض نوعا ما، خاصة على المناطق الداخلية الغربية، لن تتعدل حوالي 15 درجة فقط كدرجات حرارة قصوى. أما الدنيا المسجلة خلال الصبيحة فستكون دون الصفر على أغلب المناطق الداخلية للوطن. بالنسبة للمناطق الجنوبية دائما تبقى الكتلة الهوائية الساخنة متمركزة على وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري في حدود 37 درجة كعلى مقياس ببرج باجي مختار وإنجزام، راح نسجل حتى حوالي 30 درجة بالنسبة لإنصالح، أدرار، تيماوين ورقان. أما على بشار، تندوف ستقارب حوالي 25 درجة، ودائما نبقى نسجل تطاير بعض الزوابع الرملية فيما يخص الولايات الجنوبية وتحديدا ببرج باجي مختار، سيكون في هبوب رياح قوية تقارب سرعتها حوالي إن شاء الله 40 حتى 50 كيلومتر في الساعة. بالحديث دائما عن الرياح، إذا كان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة بحرية تخص السواحل الوطنية بهبوب رياح جد قوية تقارب 70 كيلومتر في الساعة، إذا البحر سيكون هائج وعلو الأمواج يقارب 4 أمتار بإذن الله. ستكون بداية من منتصف نهار اليوم تستمر إلى غاية صبيحة يوم الغد السبت على الأقل إن شاء الله. بالنسبة للسواحل المعنية هي كل من أزفون، بجاية، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بنيصاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي. كذلك هذا الاضطراب الجوي إن شاء الله سيكون دائما محمل بهبوب رياح قوية، حتى خلال ظهيرة اليوم سيكون في هبوب رياح قوية فيما يخص السواحل الوسطى تقارب 50 كيلومتر في الساعة. أما على السواحل الوطنية
فتتعدى 70 كيلومتر في الساعة إن شاء الله. لاحظوا أنه دائما البحر يبقى هائج على السواحل الغربية فيما يخص إن شاء الله يوم الغد السبت والأحد. كما نلاحظوا البحر سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، وأرجح على العموم تقارب إن شاء الله 50 كيلومتر في الساعة. لكن إن شاء الله خلال يوم الاثنين البحر سيكون جد هائج تقريبا على أغلب السواحل الوسطى والغربية للوطن. إذا مشاهدينا الكرام إن شاء الله سيكون فيه بداية من ظهيرة اليوم تغير في الوضعية الجوية، الاضطراب الجوي سيكون في البداية ضعيف النشاط، ومن ثم سيكون إن شاء الله متوسط النشاط يخص بكثرة المناطق الشمالية الغربية، المناطق الداخلية والجنوب الغربي. أكيد أكثر تفاصيل ستكون في موعدنا الإخباري اللاحقة، والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع أسامة. شكرا جزيلا هنا، يومك موفق وجمعة مباركة.